فعاليات أسويها خاصة لذو الاحتياجات أصحاب الهمم. قدمت مهرجانات تخص المرأة، معارض، كنت أفتتح أشياء لوزارات، كنت أحب يعني كنت موجودة بين ناسي بس بشكل آخر. Thanks سعد، شكرا عبد العزيز، شكرا، شكرا لكم الفارس، Thanks كلكم، شكرا شكرا فوفو. صرت عارفة أقرأ يا جماعة، مستانسة أنا قاعدة أشكركم، صلا أنتوا أجمل هدايا. ترى سامحوني والله أنا جديدة على التيك توك للحين، وأحس كل ما أدش بعد إن أنا جديدة أنسى. زهايمر، العمر ترى لا دور، هاي يا جماعة ترى أنا في 40 يعني، لا تقولوا في 50، باقي شوي شوي، صبروا علي بعدين بدخل 50، بعدين بدخل 60، فعليكم بس بتشوفوني مثل ما أنا، لأن أنا أهتم في نفسي. لا تقولون العمليات، هي مو عمليات، هو نفسيا. أنا دائما أحس الإنسان إذا كان صغير من الداخل والله العظيم إنه هو ينام مرتاح، ما يفكر إنه هذا إيش سوى وذاك إيش سوى، ما يحقد على أحد، ما يكره أحد، ويتمنى الخير لكل الناس، مو مدح في نفسي. والله العظيم أمانة أنا أنام وأنا عمري ما أفكر إني أذيت شخص، هذه بحد ذاته راحة نفسية. حبتكم العافية. بس أكيد يعني إذا الواحد وصل للخمسين، مو للخمسين بعد بقول لكم 60، للستين أكيد ملامحه تتغير. يعني شفتوا thanks gentleman thanks، يعني شكرا تليب thanks. شنو أقول لكم بعد؟ شنو كنت أتكلم؟ thanks حد، شكرا. انتو تهبلون والله، اكيد واحد لضمن الفلوس ينام مرتاح، لا والله في ناس عندهم فلوس بالعكس، ترى الفلوس تخليكم تفكرون وايد وايد وايد. يعني الواحد ما في احد ما يحب الفلوس اكيد، يعني شيء مهم في الحياة، لكن مو اهم من الراحة النفسية. في ناس انا ساعات thanks اعطوك روز حبيبي، شكرا. انا احس ان قاعده يعني شوفوا مثلا في ناس يقولون لازم نسافر ثانكس القلب، في ناس يسافرون يروحون كل مكان بس ما يستمتعون كثر ما شخص يقعد على البحر. ترى في اشياء بسيطه والله العظيم تفرح، سألوني انا ما اسافر ترى والله العظيم ما استانس كثر ما اقعد على البحر او اقعد في البر، اقعد احط خيمه كذي. ثانكس ابو طلال. انزين يعني اشياء بسيطه تفرحني اكثر من سفره لبلده بعيده. بالعكس لما ابعد احس ان انا بعيده عن اهلي، بعيده. اللي ما عنده بحر اي صح، اللي ما عنده بحر يروح البر، بعد البر حلو. ثانكس الخال. عاد انا اخاف من الدوغ، حب القطاوه. انزين فاللي ما عنده بحر يروح البر، لا تطلعون عذر. كان يقول لكم ياخذ عياله، ياخذ ربعه، اي حد ويطلع معاه يستانس. والله العظيم صدقوني هذه الوناسه بحد ذاتها. يعني شنو تحسون الفلوس شو تسوي؟ سفرات يعني ولا شو؟ ساعات الشو مو حلو، انك تركب مثلا افضل سياره، انك يكون عندك، هذه اشياء مهمه ما اقول لكم احنا نجيبها، لكن هي ما تجيب لنا السعاده. صح الجلسه بناسها، ساعات احنا نسافر احلى مكان بس ما نستمتع فيه اذا ما كان جروب حلو، ما كان اللي معك جوهم حلو. صح شكرا الرسامه، شكرا لكم. اتمنى مليار، شنو بتسوون بالمليار؟ بعرف انا عايشه في الامارات لان انا متزوجه من الامارات وبناتي في الامارات، فاكيد بكون معاهم. يعني
ابن البصرة، يا هلا ومرحبا. شكرا المفترس، شكرا لكم كلكم 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 والجنتلمان. تبون تهدوني اغاني؟ شو الاغاني؟ مشكلة كذي استشارية وما عندك حد تستشيرينه. صح، الواحد يحتاج انه هو يستشير. يا مرحبا مليون فيكم. شنو بعد؟ سببت لكم رعب في الدنيا في دمعة عمر؟ أنا سببت لي روحي رعب والله، إني كنت أرجع البيت وأنا تعبانة ومتضايقة لأن كل نيرفز يعني كنت وايد وايد أضايق. thanks إحساس، شكرا شكرا لكم، شكرا 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 الرسامة. thanks كنت ممتعة لأنه أحلى طق، أحب طق. ذكروني بأبها والجنوب. يبعد قلبي أنت والله، شكرا لكم. أنتوا اللي روعة اليوم. إيش فيكم؟ كل قاعد تدلعوني بس ستوب. شكرا. انزين، اذا انت استشار تقولي انت محتاج احد تستشيرينه وانت اوريدي صعب، احس وايد صعب. شو رايكم اذا وحده هي عندها العلاج للناس وما عندها علاج لنفسها؟ صعب صح. الله يعينك، تحلين مشاكل الناس كلها وما تقدرين تحلين مشاكلك، هذا اصعب شيء. كيف تجربة الدنيا القوي؟ مسلسل من المسلسلات قدمتها، أنا كل مسلسل قدمتها كنت أحبه وأستمتع فيه يعني. شكرا الرسامة ميلا، thanks على التاج الحلو. أي صح كلامكم، دوري استشارية ثانية تحل مشاكلك، فضفضي لها. صح؟ شو رأيكم مندش؟ أهلا يا هلا.